طب مفيش مره واحد مثلا وانت ماشي في الشارع كده قال لك ازيك يا استاذ انا مش عارف استاذ حجاج عبد العظيم؟ طبعا بتحصل لنا كتير. ويقابلوا حجاج يقولوا له صلاح وانت اخترت واحد طبعا ده عشره عمر حجاج. بص كتير قوي. انا مره كنا بنقعد في حته كده مكان مفتوح يعني فبنروح متاخر وانا قلت العمر انا هحكيها عمرو دياب. نعرف عمرو من زمان وكده بس بقى يعني الظروف ما بتجمعناش الا فين وفين. فمره كلمني كان هو عايز يعمل حاجه دراما وبتاع وكده قال لي انت فين وبتاع. قلت له انا في الحته الفلانيه. قال لي هعد عليك. الكلام ده مثلا كان ايه 4 الفجر او حاجه. وقعد معايا في المكان ده عمرو دياب. الكلام ده على فكره من كام سنه كده. تفهمش الناس تعدي في الشارع تشوف احنا معروف ان احنا بنقعد في المكان ده كل يوم. انت ومين؟ قال على طول انا وائل. وائل عطا الله؟ اه والله يا اخوه وامير شوقي وكتير بقى من الزملاء الفنانين. ساعات رزق يجي ساعات محمود عبد المغني يجي مش عايز انسى حد احمد ادم كتير كتير. ولينا اصدقاء كمان من خارج الوسط يعني. المهم كنت انا في اليوم ده تقريبا قاعد انا وائل وامير فقط يعني. وجي عمرو قعد قعدنا رغينا شويه وبتاع جم ناس طبعا سلموا وتصوروا وبتاع وكده وخلاص. ومشي وقال طب اقابلكم بكره وبتاع ومشي عمرو. تاني يوم نحن رايحين لقيت فجاه اول ما قعدنا جيش عربيات داخل. قال لك عمرو انا قاعد مع 2 منتجين خلي بالك. وساعات احمد السبكي يجي وانت عارف احمد السبكي طبعا اي موقف من ده يا لهو على البهدله اللي الممثل اتبهدلها بسبب المواقف دي. فانا الناس نازله وبتاع فاكرين ان هم جايين بقى سلموا عليا وبتاع وتصوروا فبرضه كده قدام المنتجين بقى وبتاع فلقيته داخل عم صلاح هو الاستاذ عمرو جاي امتى؟ قلت له عمرو مين؟ ما انا قفشت بقى قفشت. قلت له عمرو مين؟ قالوا لي عمرو دياب. قلت لهم انا ما عمرو مش صاحبي قوي يعني. انا صاحبي عمرو عبد الحميد. وليه الفخر يعني. حبيبي يا عم صلاح. طبعا والله العظيم. واخد بالك؟ وطبعا ايه؟ استلموني طبعا. عمرو مين؟ بس جيش اصل جيش اللي نزل جيش. جيش ما هم قالوا لبعض. افتكروا ان عمرو بقى عمرو دياب. انت لابس كرافته انت عملت كرافته. اه بيجي كل يوم هنا وبتاع. انا بيجي ناس ساعه تصوروا معايا طبعا واي حد من الزملاء اللي قاعدين. خد بالك انما هي بقى دي النجوميه بقى دي فرق النجوميه بقى احنا خلينا الصراحه كده. لا بس رمضان يعني كريم رمضان كريم يا عم صلاح رمضان كريم انت